هو الموعد وعندي 3 سنوات نستنى في السكن هذا. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. فرحة كبيرة، فرحة ثلاث فرحات الحمد لله. عيد الاستقلال، عيد السكنة تاعنا، وعيد الشباب الحمد لله يا ربي كفرج علينا ربي الحمد لله. عندي 20 سنة وانا انتظر، كانوا ناس من قبل أضعف مني، واليوم الحمد لله رب العالمين شرقت الشمس. نتمنى للآخرين اللي مازالوا في حاجة إلى السكن أن يفرج الله عليهم ويستفيدون مثل ما استفدنا نحن. توزيع مفاتيح 200 مسكن، منها 110 مسكن عمومي إيجاري بكل من بلدية خليل وبلدية بلقاستعلي، و90 مسكن تساهمي ببلدية البرج. طبعا ديوان ترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريش يحرص على تسليم سكنات عمومية إيجارية بمواصفات جيدة.